فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل عنده ابنة مصابة بمرض في عينها، وأعطته الشركة التي يعمل فيها بعض الكروت للعلاج في مستشفى أو في بعض المستشفيات، ولكن المستشفى المختص بهذا المرض ليس معه تصريح للدخول فيه وإدخال ابنته به. بعض الموظفين في هذه الشركة طلب منه مالا ليدخله في هذا المستشفى. سؤاله: هل يعد هذا الرجل مضطرا فيدفع هذا المال لهذا الموظف لعلاج ابنته، وبمبلغ رمزي يدفع للمستشفى المختص؟ إذا كان هذا الموظف في المستشفى نفسه من موظف المستشفى لا يجوز أن يدفع له شيء، لأن هذا رشوة، لأن هذا رشوة. أما إذا كان ما هو موظف في هذا المستشفى، وإنما هو يريد توسط لك، هذا أيضا لا يجوز، لأنه أخذ على الشفاعة، لا يجوز أخذ العوض عن الشفاعة الحسنة، يحتسب الأجر ويشفع لأخيه ولا يأخذ منه شيئا، لتكون شفاعته حسنة يثاب عليها، والثواب عند الله خير من الدنيا وما فيها. نعم.